في يوم 20 يناير 2020 الصين تعلن وفاة أول شخص نتيجة الإصابة بفيروس معدي ينتقل بين البشر كوفيد-19. سريعاً قدرت الدول تصنع لقاحات تقدر تطعم بيها مواطنيها، ومع بداية ظهور اللقاحات كان في تخوف من الآثار الجانبية اللي ممكن تحصل بعد التطعيم، لكن بعد تلقي الملايين للقاحات تم التأكد من سلامته على صحة الإنسان وفعاليته كمان. حد ممكن يقول طب ما أنا صحتي تمام وكل اللي حواليا ما جالهمش كورونا. ببساطة كورونا فيروس متحور، يعني بيظهر له أكتر من نوع، آخرهم متحور دلتا. ده غير توجه حكومات الدول إنها تمنع أي شخص غير مطعم إنه يتواجد في أي مكان في تجمعات، وده ممكن ينطبق علينا بعد فترة في أي وقت. يعني لا هتقدر تحضر مباريات من الاستاد، ولا تدخل المطار، ولا إنك تتواجد مثلاً في حفلات. ده يمكن دخول القهاوي كمان يبقى ممنوع، وحاجات تانية كتير شايفها طبيعية دلوقتي لكن هتبقى ممنوعة في المستقبل. طيب إزاي أقدر أخد اللقاح؟ الموضوع بسيط جداً، ادخل على جوجل واكتب الموقع الرسمي لوزارة الصحة المصرية. أول ما هتخش الموقع هتلاقي كلمة التسجيل لطلب اللقاح متبروزة في مستطيل أخضر، هتدوس عليها وتملى بياناتك. بعد ما تعمل كل ده هيتبعت لك على تليفونك رقم طلب اللقاح، احتفظ بيه. هيتحدد لك ميعاد من وزارة الصحة تاخد فيه التطعيم، وساعتها تقدر تحمي نفسك وتحمي كل اللي حواليك بشكل أكبر من مخاطر الإصابة بالفيروس. احمي نفسك واحمي أسرتك واتطعم ضد فيروس كورونا.